صباح الخير، بما بصبح على الجميع، على الإدارة، على المحاضرين، على الدكاترة، على الطلاب جميعا. طبعا شيء يعني جميل انه الصبح يبقى رياضة، اللي هو انا بدرس الرياضة مثلا، وبصبح الجميع. والله اول شيء اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بتلفزيون الفجر الجديد، هذا التلفزيون الرائع بكل معنى الكلمة. والله صباح الخير، يعني جامعة مثل ما انت شايف كويسة. اول شيء مصبح عليكم على تلفزيون الفجر وعلى الطلاب، ان شاء الله نشوف بنايات اكثر، تخصصات اكثر، مثلا هندسة معمارية، هندسة مدنية، مثلا طب في المستقبل. صباح الخير للناس، الشارع، للوطن، لطلاب جامعة خضوري، كل التحية والاحترام، يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير، أنا اسمي روز زكارنة من مدرسة عرانة الثانوية للبنات جنين، جايين اليوم في رحلة أو زيارة لجامعة فلسطين التقنية خضوري لحتى نتعرف على الجامعة، وإحنا خصوصاً إنه إحنا مرحلة توجيهي جايين نتعرف على الجامعة. ممكن يعني بشكل عام إنه الطالب بحب يشوف يتعرف على الجامعات قبل ما يدخل الجامعة عشان يعرف يقرر مثلاً بده يدرس هون، شو في تخصصات، شو في كليات هون، كيف وضع الجامعة، كيف في الجامعة مثلاً جوها وهيك. خير وصبح على الجميع وعلى الطالبات خضوري وطلاب خضوري، بتمنى لهم التوفيق اليوم، واتمنى وان شاء الله نتخرج ونلاقي وظايف ونلاقي وضع احسن في البلد، والله يوفق الجميع. اول شيء صباح الخير لكم، صباح الخير لكل المشاهدين، لكل أهل محافظة طول كرم. خضوري جوها جميل، جو جامعي رائع، يعني طلاب جو حلو ودكاترة جو جامعي يعني جميل جدا. طبعا صباح الخير لكل الطلاب، للدكاترة، لإدارة الجامعة، صباح الخير لكل المحافظة، لكل وطننا الجميل، وصباح الخير لكم. بحب أقول أول شيء صباح الخير إليك وللشاب اللي معك، صباح الخير للجامعة وزملائي والأساتذة، دكاترة والأهل طول كرم كلهم منورين، وبحب أهدي سلام للأسرى في سجون الاحتلال وطرحهم على الشهداء لأنهم لازم يبقوا في بالنا هذول. صباح الخير للجميع، احنا يعني انتوا اهلا وسهلا فيكم في جامعة الخضوري طول كرم، وبتشمل كل التخصصات، وانا طالبة بدرس فيها سنة ثالثة تخصص فيزياء، والحمد لله يعني مع التطور اللي صار في الجامعة في تطور منيح وتقدم، يعني انه صاروا يعملوا مباني جديدة، في مباني هندسة جديدة وفي مباني إدارة ومكتب جديد، وصاروا يوسعوا وصاروا يعملوا قعدات للطلاب، يعني ان شاء الله بتستفيد منه جميع الطلاب والأجيال القادمة، يعني وان شاء الله بنتمنى يعني لكل الطلاب اللي بيحبوا يجوا على الجامعه وزي هيك، انه فيها يعني تخصصات ومجالات منيحه، وان شاء الله بيصير توسع للمجالات، واي طالب يعني بيحب تخصص مش موجود ان شاء الله يعملوا على انه يسعوا يعني انهم يطوروا التخصصات الجديده. صباح الخير، بتمنى لكل الطلاب حياه موفقه ودراسه موفقه. أول إشي الأجواء الجامعة هون كتير حلوة، وإحنا كتير مبسوطين هون بالجامعة، وبهدي صباحي لبابا وماما وللكل، وكل الطلاب موفقين بما إنه الامتحانات قربت، جو حلو.
صباح الخير من داخل جامعة الخضوري من قسم الرياضة طبعاً. صباح الخير بوجه لصاحباتي ولأهلي وللدكاترة والأساتذة عنا. الأجواء اليوم كتير حلوة في الجامعة وبتأمل إنها تكون أحلى وأحلى بزيادة وتتطور الجامعة. طبعاً يسعد صباحكم أخوانا في تلفزيون الفجر من طاقم ومشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في جامعتكم جامعة خضور التقنية. يا مي جنا يا مي جنا يا يا مي جنا، أهلا وسهلا يا هلا بحبابنا، أهلا وسهلا يا لا بيح بابينا. هل حرفي حرفي منبع الأشعار افجر، منابع شعرنا حرفي فجرها، الشمس انطلت بيظهر فجرها. هل فلسطين تقول ما أجمل فجرها، شاش مزيني كل طياب. يا هلي يا هلي يا هلي أوف أوف أوف، عالفجر طلوا يا حبايب قلبنا وعالفجري طلوا يا حبايب قلبينا. طبعا يسعد صباحكم من هون عندنا من جامعة خضور التقنية، معاكم أخوكم الطالب شادي خنفر، وبنتشرف بتلفزيون الفجر إنه يزورنا دائما عندنا في جامعة خضوري، وأهلا وسهلا فيكم حياكم الله.